معادلة السبلوي هي Q يساوي C تحت الجذر 2 G L H 3 على 2. ال Q هي قلنا كنا نعرف هي discharge, ال C هي ال coefficients dimensionless coefficient of discharge, وال L crest length of spillway, ال H هو total head on the crest including the approach velocity head. يعني يا هو هذا هو ال هذا هو ال H اللي هو بالأحمر H design اللي هو الارتفاع الماي زائدا الـ velocity approach اللي هي HA. هذا هو تصميم الـ spillway هيك يكون شكله بمعادلة مسافة بين ارتفاع الكريست وبين الارتفاع وبين الميل مالت يعني من منطقة من الـ P إلى ارتفاع الكريست. هاي المنطقة هاي اللي هي بين ال بصفحة ال X هي XS وبصفحة ال Y هي YS. ارتفاع هذا R1 R2 عندنا هاي المنطقة اللي هي من هاي هذا الكير من هاي المنطقة إلى حد هاي المنطقة. هذا الكير بالمعادلة مالته Y over HD يساوينا ناقص KX HD للأس قيمة ال K وقيمة ال N معلومة وقيمة ال H design هي يا هي هاي القيمة ال H design ارتفاع المي. ارتفاع ال P هو بين الكريست إلى حد ال البيد ليفل مالت القناة. في المعادلة اللي هاي المعادلة قيمة ال K قيمة ال K وقيمة ال N هي 0.5 و 1.872. قيمة ال R1 يعني هاي ال R1 شلون ارسمها قيمة هاي شلون ارسمها هاي R1 قيمتها جيد هي 0.53 في H design. جد قيمة ال H design اضربها في 0.5 طلع لي قيمة ال R1. اوكي radius واحد اللي هو احدده بالفرجال من قيمة ال X هاي ال S هاي وين هنزلها ال XS الى حد ال crest. اوكي هاي قيمة ال RS. فمجرد احدد الفرجال من ال crest لحد قيمة ال R1 شيط قيمتها تطلع لي قيمة هذا الكيرف يقدر ارسمه. بالنسبة ل R2 ايضا هو 0.235 H design اللي هو ايضا فد سلوب صغير صاير هذا الحدد بين ال R1 وبين ال P بين ال R1 بين ال R1 وبين هاي ال P. مو صاعد عندي هذا الخطاني احاول اوصل سبتاء ايرور يعني مجرد انت بالمناسبه انت ما تحتاجها الفرجة تحتاج فري هاند ترسم. اوكي الاكس اس هو شنو المسافه هي من البي الى حد هاي المنطقه اللي وراها تبدي كيرف اللي وراها هاي المنطقه تبدي شنو كيرف هنا. اوكي فالمنطقه اللي هي من البي الى حد هذا الكوردينيت الواي هو شنو اكس اس. اوكي والمنطقة اللي هي من الكريست الى حد يبدي الكيرف مال تي هي الواي اس. الاتش دي هو اتش ديزاين والبي هو الهايت اوف ذا سبيل واي كريست. طبعا المعادلة بها شوفون بها بها قيمة سي. هاي السي شو نطلعها قيمة C؟ فأني منطيكم فد يعني process تمشون عليه. value of coefficient C find أول شيء P over HD قلنا ال P هو ارتفاع المسيل وال HD هو ال head of design. يعني إذا أنا قيمة ال P هاي عندي موجودة أوكي وال H design الأحمر اللي قلنا هو ارتفاع الماي زائدا الـ energy line زائدا الـ HA فالـ P over HD تطلع لي فت قيمة. أروح للفيجر مالتها هذا الفيجر مالتي أنا هذا الفيجر اللي هو
هذا الفيجر وهذا الفيجر هو للانجيتد اوكي للانجيتد وهذا الفيجر هو للجيتد اذا عندي سبيلواي جيتد واذا عندي سبيلواي انجيتد نستعمل هذا الفيجرين تنتبهون على هاي الشغله فمن صار عندي ان بي اوفر اتش دي اجي اسقطها القيمه اطلع شنو سي دي اطلع سي دي اوكي من صار عندي سي دي اذا انا دا اصمم بالاتش ديزاين يعني الاتش على الاتش ديزاين هو واحد يعني اذا قيمه الاتش ديزاين عندي 5 وانا دا اصمم اريد بالخمسه يعني 5 على 5 واحد فقيمه الواحد اسقطها شي يطلع لي ايضا واحد فمعناته شنو قيمه السي دي السي تساوي لي قيمتها قيمه السي دي نفسها اوكي يعني شنو بسبب المثال اوضح لكم اياها اكثر يعني اذا عندي اني سي اوفر سي دي يساوي لي واحد اوكي ومنها طلعت قيمه السي دي خلينا نقول مثلا سقطت اني بي اوفر اتش دي سقطت طلعت لي بهالمنطقه خلينا نقول هي طلعت لي مثلا 0.49 اوكي 0.49 واضح فإذا أني C over CD يساوي لي واحد إذا قيمة C شي يساوي لي 0.49 اللي هي CD في واحد يطلع شنو 0.49 فأجي أعوض 0.49 وين بالمعادلة مالت المعادلة مال الانجيتد سبيلوي واضح ماشي بالنسبة إلى معادلة الجيتد، إذا شفت معادلة الانجيتد، معادلة الجيتد هي شنو هي Q يساوي إن 2 على 3 تحت الجذر 2GCL H1 minus H2 كل واحدة الأس 3 على 2 ال H1 هو total head to the bottom وال H2 هو top of the gate opening وال D gate operative gate aperture اوكي يعني الابيرتشر يعني الفتحه جت فتحت قيمه الفتحه مالتي اوكي والسي هي كوفيشنت فروم فيجر 4 اذا نجي شنو تجي هنا تتوضح بالها هذا انجيتد بقى قيمه الاتش 1 تفاعل ماي كله الاتش 2 هو من فتحه البوابه الى ارتفاع المي زائد الاتش اي طبعا الاتش 1 ايضا لها الاتش اي وياها يعني اتش 1 هو ارتفاع المي زائد الاتش اي وال H2 هو من فتحة البوابة إلى ال HA وال D هو شنو هو قيمة الفتحة البوابة شقد أوكي أي اثنين من ذني منطيك إياها بالسؤال تقدر تطلع الثالث منها يعني H1 منطيك أو منطيك قيمة D طلع قيمتها ال H2 أوكي إذا منطيك H2 و D يعني شنو تقدر تطلع من الأجماع الاثنين تقدر تطلع قيمة ال H1 فش احتاج أني بالمعادلة هنا حتى طلع قيمة ال C اللي هي هاي المعادلة السي هنا نهاية شو أطلع قيمتها أجي دي اللي هو فتحة المي فتحة البوابة العفو على H1 أسقطها H1 ارتفاع المي من الكريست إلى حد ال HA أقسم D over H1 أسقطهم شو أطلع خلينا نقول مثلا تطلع 0.3 أسقطها هنا شو يطلع لي وراها يطلع لي قيمة ال CD عفوا سي اوكي اجي انا هاي القيمه راسها مباشره وانا اخليها بالمعادله مالت السي اوكي معادله مالت السي